إلى ذلك يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الخميس أكثر من مليون وتسعة وأربعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم تسعمائة وأربعة وأربعين ألف شخص هذا وجددت وزارة الصحة دعوة إلى التسجيل للجرعة المعززة من التطعيم من خلال تطبيق مجتمع مع وفقا للشروط المحدده